السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وغادي نتكلموا على التصريحات الأخيرة تاع المدرب تاع زيمبابوي، وين قال له بالجزائر منافس مرعب، لكن نلعب على المفاجأة. يعني احنا غادي نقولوا لك روح سقسي زومبيا وسقسي، هذا اللي نقول لك ما غاديش نزيدو معاك. روح سقسي زومبيا، تعرف كي تدخل للسطاد تعرف شكاي، كي تدخل للسطاد تعرف شكاي. انا ما يدري سان جوي ماشي نكره نبغي بليده منبع الافراح تاع المنتخب الوطني الجزائري، ما نكذبش عليكم. باه يلعبوا في سان جوي كي با يدير ها سان جوي نلعبوا في سان جوي وصافي، خاطش دائما وين نلعبوا في سان جوي وين شويه مشاكل اللي يصراو للفريق الوطني في اللعب ويصراو. حنا نقولوا بالك نقولوا تغيرت وراه عندنا منتخب ان شاء الله بربي، ما يكونش كاين هذاك ذاك الستريس هذاك، ما يكونش كاين ان شاء الله بربي. عندنا منتخب الحمد لله يا ربي، ما باش نخافوا منهم ولا على الاقل غادي مين يزيروا روحهم يدوا ثلاثه، على الاقل يدوا ثلاثه ويروح باش تكون مفاجاه. ما تكونش مفاجاه، مفاجاه حنايا ما قلعنا تاع المفاجاه، عامل المفاجاه قلعناه مع المنتخب الوطني الجزائري. المفاجاه تاع المنتخب الوطني الجزائري قاعد تزير روحك لا دانيير مينيت المركولك بكوفر ولا المهم المركولك. هذه هي راك عارف بلي راك غادي تلقى منتخب كبير، منتخب وين راه الاول في العالم اللي ما خسرش هذا العام 2019 2020، مازال ما نهزمش 2019 2020 درنا لي ماتش نيل بصح الخساره ما خسرناش، تما رانا برومي خلينا من تاع الالمان بين 3 وكلش. لا رانا على المنتخب الوطني يا خويا، رانا برومي. انا ما تهدرليش على الاتحاديه خاطيتني، واتحاديه نبقى دائما ضدها. بصح المنتخب الوطني ما كاش اللي يجي يشكك لي في راسي ولا في قلبي بلي ما منتخب وطني حب وحده. منتخب وطني كلي قام يهدش على البوله، كي تجي ليكيب ناسيونال يتفرج ليكيب ناسيونال، كلي ما يتبعش على البوله، ما يتبعش. نعرفوا ناس ما يتبعوش البوله، يتبع لك المنتخب الوطني. كاين منتخب راه يتفرج مقابل التلفزيون ما كاش والله ما يتبع لك كاع. وين كان الناخب الوطني المدرب الزيمبابوي وين مدح محاربين الصحراء قبل مواجهتين الفريقين بين 12 و16 نوفمبر المقبل. يعني نتمنى ان شاء الله بربي الي روتور سيبوا مع اللي راه عندنا سيس، يعني نديروها. انا واحد من الناس نشوف بلي غادي نديروها تربص للمباريات تاع كاليفيكاسيون كوب دي موند، غادي نديروها تربص مع اللي ما كاش مباريات وديه، غادي نديروها تربص نديروها مباريات وديه تما نديرو فيهم بليزير، نروحو نلعبو عندهم في بلادهم. محرز راه معود، هذه هي وين تجري هذه المباريات بالجزائر ثم زيمبابوي لحساب الجولتين الثالثه والرابعه من تصفيات امم افريقيا 2022. وين تكلم هذا المدرب زيمبابوي ان اشباله سيواجهون افضل منتخب في افريقيا وفي العالم، ويجب عليهم احترام المنافس. على نقول في العالم رانا الاول، احنا ما خسرناش في الموند، خاطر كاين بزاف بالك ينتقدني يقول لي كيف الموند انت شكون، نقول لك على راني نقول باللي الاول في افريقيا وفي الموند مازلنا ما خسرناش رانا في 20 بارتيه ما خسرناهاش عاديه. واضاف التقني الكرواتي في تصريحات للاذاعه الدوليه الجزائريه يوم السبت أنه تبع مقابلتين وديتين الأخيرتين أمام نيجيريا والمكسيك، ووجد الخضر منتخب منظم وقوي بدنيا ويقدم كرة استعراضية وممتعة. هذه قولها بلا جدك. وتكلم الناخب الزيمبابوي قائلا إن قوة المنتخب الجزائري تقتصر على الفرديات، بل ونقولوا باللي تعددها الى وجود اشبالي بكتله وين يلعبوا بكتله يلعبوا شنا كيفاش التناسق. احنا شناها التناسق ما بين 3 خطوط، واللي يدير التناسق راكم عارفينه النحله بالناصر
وين تدمر، وين قال لك يلعبوا بكتلة متراضية تدمر من يعترض طريقها أو تشتيت خطورة أي منافس. يعني راك تشوف كيفاش وين قوة تاعنا، وين نلعبوا الكل يلعب، الكل يلعب، الكل يدافع. يعني تشوف هذه الحرارة تاع المنتخب الوطني حاجة على بالك، لازم تتبع بارتي، تشوف الكل يلعب على بالك. صعيبة صورتو في الوسط، احنا قوة تاعنا، القوة الكبيرة تاعنا جاية في الميليو تيرا، الميليو تيرا على بالك اللي راه يخدم وما يبانش في التيرا هو بن ناصر. الخدمة تاعو، هو الخدمة تاعو كبيرة بصح ما يبانلكش، ما يبانلك. صار كيما ذاك الميليو تيرا تاع طليان تاع 94، هو كلش بصح ما يبانش. وعلى اللاعبين زيمبابوي الذين يستعدون سيعتمد عليهم في مواجهة الجزائر، قال هذا المدرب أن فريقه مشكل من عناصر محلية وزملائهم الذين ينشطون في الخارج، مشير إلى أن اتحاد كرة القدم الزيمبابوية يخطط لتوفير طائرة تنقل المحترفين في مطار أوروبي واحد للحضور فعالية مقابلتين الخضر. والرغم اعتراف الصعوبة المأمورية أمام الجزائر، إلا أن هذا المدرب الزيمبابوي قال إنه سيعتمد على عنصر المفاجأة من أجل حصد نقاط وإن تبعد تعبد الطريق نحو الكاميرون، مصرع من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022. احنا شغادي نقولوا لك، انت هدر كي بغيت، بزاف اللي جا طامع وراح رابد الشكاير ورايح. انا غادي نشوفوا باللي منتخب وطني غادي يروح بعيد، غادي لهنا في السان جويي غادي قاعد تزير روحك تدي ثلاثة. هذه زعما قاعد غادي تزيروا روحكم، غادي ما روح سقسي حليلو. حليلو قال لك يا ودي فريق مدمر، خاصة في الوسط الميدان، فريق منتخب مدمر. هذا فانك اعترافات تاعو، يعني قال لك فريق يكتلك، ما تنجمش وتشتيت البولة تاع المنافس. يا خويا رانا شلنا شكون اللي يخدم، انا شايفين انا بميليو تير، انا نشوف كي نشوف بن ناصر ونقول هاكم ونعاود بن ناصر هو المايسترو. خلينا من المحرز، انا مش انا نقلو من الشأن تاع محرز والشأن تاع ابراهيمي ولا فيغولي ولا قديوره بصح الخدمه تاع بن ناصر خدمه كبيره على بالك، راهي خدمه كبيره. الناس اللي تعرفوا لا يصير يعرفوا اشتراني نهدر على بن ناصر. ومن هالاول راني نقول شوف بالك برومي ماتش كونت كينيا في الدوره اللي درناها ودينا كاس افريقيا بالك شويه بصح، وين تبعته وتفرجته بالك ثلاث خطرات بارتيه في الليل، عاودت ثلاث خطرات تاع مربحنا السينيغال 1-0 في البرومي تور، قعدت نأس فيه غير هو كيفاش تأسى كيفاش لعب ما تأمنش راسك. علاش ديفوا نقول لكم يا ودي بلايلي ولا يقدم مستويات كبيره، يا ولا يخدم لها تاعك، يخدم لها يصنع له، ولا يصنع له ما مرات شرفيه، ولا يصنع له ما مرات شرفيه يلعب معاه، ولا يصنع له، ولا يدير له غيران 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 تاع شي ولا يخدم له. ولا على هذيك نقولوا بلي ناس كي تشوف كيفاش هذا المدرب وين يتكلم على الميليو تيرا، قال لك يعني قال لك خط وسط ميدان يا خويا الا بغيت تعارضهم غادي تموت. واش تا هي قال لك انا نلعب على المفاجاه، هذا المفاجاه تاعي انا على بالي بلي غادي يجي يلعب لنا 4-5-1 يلعب على لي كونتر اتاك. حنايا تاع لي كونتر اتاك هذيك الحمد لله عندنا ميليو تيرا شباب، عندنا دفاع فانيك متماسك، فانيك ما شاء الله ان شاء الله يعاود يولي عطال، يعاود يولي بن سبع كيسموه بن عمري، هيا صعيب تكمل صعيب هادو يولوا صعيب تكمل، ما يولوش عندنا نقائص. مع قديوره قال لك وقيلا بطاقه حمراء غادي يلعب عبيد ولا بن طالب، ما تجيبش واش لما يعيط كاين عبيد كاين بن طالب، يعني ما تخافش راه عندنا منتخب ما نخافوش. يعني راني نهدر كل شغل ما ناش خايفين، رانا نهضروا باللي غادي نربحوا بكل سهوله، غادي تما غادي نربحوا تاع يسمونا نربحوا. هاي قال نقولوا باللي ودي كاز معك حاجه صعوبات ولا حاجه ما كاش، يعني نربحوا نورمال الفوز بكل تاكيد. ما يجري كاع راهم يحوسوا كيفاش شكون الاول اللي يربح الجزائر، صح ما كاش ما صناش، لعبنا طيحنا كاع، بقاتلنا غانا والكاميرون، غانا والكاميرون انا كوين نلقاهم ندقدقهم
طيحناهم كاع في الأوروب، لعبنا في الأوروب ربحنا لعب الحمد لله يا ربي، رانا ملاح نقولوا الحمد لله، ما ننساوش ربي نقولوا ما في الكورة هذا في الأفراح نقولوا الحمد لله يا ربي، هذه هي صعيبة.